يعني ولا ولو المير عنده يديرهم قوة تقنية أيضا كريستيانو في تسديد الكرات المباشرة الحرة المباشرة، عنده القوة. قوة تقنية أيضا في الغالب يدار الكرة، عنده تقنية يرجع خطوات إلى الخلف محسوبة. ويسددها محسوبة لا كريستيانو. حتى لو مير ولا يعرفوا له لو مير محمد محمد ماشي مصطفى سي با لو مير شوف كان والمير بعيد رونالدو مع اللاج ولا من لا بريسيزيون تاعو النقص مقبل لو كان توري رونالدو يا كالكو زاني اون اريير في لو ميم بوزيسيون كان يسجلهم نا كيفاش يدمدهم يضربهم هكذا وكلوش ويحطوا فلوطون تاعهم كلوش يطلعوا يحطوا دركا ويضربهم ديريكت لخلا النقص نطلو هذيك لا بريسيزيون. لكن هناك مفارقه بن شيخ، اذا كان الجواب بانه مع تقدم سن كريستيانو رونالدو فقد حسه التهديفي في المخالفات، العكس بالنسبه لميسي، ميسي مع تقدمه في السن اصبح يسجل مخالفات اكثر يا بن شيخ، كيف تفسر هذا الامر؟ ميسي شوف كان يتيري لي كوفرو قليل وين يماركي واحد. نعم. ومن بعد ولا يتدرب بزاف على لي كوفرو ولا يشوف الناس اللي تيري لي كوفرو كيفاش ان جيني كيما هذاك كيما ميسي ما يماركيش لي كوفرو واش ولا يدير ولا يدو ينفلوبيهم اللي يخدمهم ولا يخدمهم ينفلوبيهم. رونالدو كان لا فورس تاعو يضربهم هاك ويروحوا ويبداو البالون شتو كاش يبدا يصغد كاع يدخلوا. شوف درك لي كوفرو تاعو كاع اللي تيراهم كاع لحقوا لي ديفونسور هنا ما نجمش ميم با يطلعهم. اذا ما عندهاش علاقه بالسن ربما بالتركيز. لا 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 ماشي لا تكنيسيتي دو ميسي اي دو رونالدو الكبير. لماذا لا يغير رونالدو بن شيخ يغير طريقه تنفيذ المخالفات؟ ما هذه لا فورس تاعو ميسي سيت. شوف انا كنت نقول لكم رونالدو سي تان مونيمون غران جوار من بعد ميسي جي رونالدو مي لارتيست سي ميسي. ميسي ينفلوبي مليح ميسي كي يراوغ يمدها للالبام تالي يجيبها لك بريسيزيون. رونالدو رار رونالدو لا بويسونس تاعو سيتي لا فورس وكان يبعثهم اون كلوش ما كاش كيفاش تجبدهم دوكا نقصد على حسب رايي والله يعني اعطيك احصائيه بلاح الاولى للجمهور والثانيه يعني بن الشيخ او كويسي. كريستيانو مع الانديه لم يسجل اي مخالفه مباشره منذ ديسمبر 2017 يعني عاما ونصف مع الانديه مع الفرق مع ريال عاما ونصف لم يسجل اي مخالفه وهذه الاحصائيه اثارت ضجه كبيره في اوروبا. والاحصائيه الثانيه كريستيانو مع اليوفي سدد 38 مخالفه 24 منها ضربت في الجدار يعني 24 ما فاتتش الجدار. ايوا واش كنت نقول؟ نعم لماذا هذا هو هو واش فهمك هو عنده الحق هذا هو يعني الجواب. شو سي لو بلون للمخالفه عندها زوج دو بوان امبورطون زوج نقاط مهمين هي لا بويسونس اي لا بريسيزيون. كون جو دي بريسيزيون سا مي دير سي لا تكنيك هذه هي لا بريسيزيون يعني باش تعرف كيفاش تقوس كيفاش يعني سواء تضربهم بقوه. اسمح لي ما عليه كان يضربهم بقوه لكن فيها لا تكنيسيتي محمد القوه ولكن تعدى على الجدار جامي كان يقيس الجدار. نعم تروح فوق الجدار يعطيك صحه وعندما تكون عندك محمد دونك سي لا جو رجوا لكن لحد الان لم نجد الجواب يعني لماذا الان الكره نقصت له لا تذهب فوق الجدار. انا قلت لك نقصت له لا تكنيسيتي محمد انا عطيتك الجواب لا تكنيسيتي وهي تنقص التقنيه تنقص مع تنقص محمد تنقص محمد اكذب عليك. غدوه رونالدو يحب يجوزها فوق لا بارير ماشي بون فورس كيما مداري لازم تضربها بلانتيريور تنقص لها شويه لا بلانتيريور خاطرش البالون طلعوا مي لا فورس تاعو لا دركاتيك ولا يضربهم توجور لا ميم شوز مي نقصت له انا على حساب راي نقصت له هذيك لا تكنيسيتي هذيك نقصت له على هذيك ولا ما يروح. شفنا ان كوفر هنا وريته كانت بورتون بعيد على لا بارير لا في سا دي ليسباس باش ينجم ينفلوبيها وضربهم فيه. انا نظن مع لاج الله يعلم مع لاج نقصت له هذه. نعم شاهد هذا الفيديو التكتيكي الذي يتحدث